ما رأي فضيلتكم في أن يكون ضمن حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد دراسة تفسير القرآن بشكل واسع مع تدبره واستنباط ما فيه من فوائد وعبر؟ مع إيش؟ مع تدبره واستنباط ما فيه من فوائد وعبر، نرجو منكم نصيحة في هذا الأمر. هذا طيب، يحفظون الآيات ويعرفون تفسيرها والعمل بها، هكذا كان الصحابة. يقول قائلهم: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. قال: فحفظنا العلم والعمل جميعا. فحفظنا القرآن والعلم والعمل جميعا، هذا طريقة الصحابة رضي الله عنهم، هذا إذا تيسر. أما إذا كان ما يتيسر فيقتصرون على حفظ القرآن ويؤجلون التفسير إلى وقت آخر. نعم.